السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مع ميس سما، مدرسة الرياضيات بمدرسة أنيسة الأهلية مسار مصر بنات. النهاردة الدرس بتاعنا بيتكلم عن الساعة. يا ترى ايه هي الساعة؟ خلينا نشرحها ونفهمها مع بعضينا. كمية المية اللي أنا بحتاجها عشان أملى دورة المية ده أكيد مش نفس كمية المية اللي أنا هحتاجها عشان أملى قارورة المية اللي موجودة في الجهاز بتاعنا ده، أكيد مش نفس كمية المية اللي أنا هملى بيها خزان المية اللي موجود فوق البيت. ومن هنا نقدر نعرف الساعة. هي الساعة هو مقدار ما يحتويه كوب أو زجاجة أو علبة من مادة أو سائل. طيب أنا عندي علبة الحليب دي تحتوي على مين؟ تحتوي على حليب، يعني سائل. قلت له الحليب ده موجود جوه بساعة ايه؟ بساعة لتر. طيب الحاجات اللي أصغر من الحليب زي السرنجة اللي موجود عندي دي، وزي فنجان الشاي اللي احنا بنحب نشربه ده، وكمان كوباية العصير دي، وكمان علبة اللي فيها المواد الغذائية المحفوظة اللي احنا بنجيبها من السوبر ماركت كلنا، كلها اصغر من اللتر، يبقى نقيسها بايه؟ قال لي بنقيسها بوحدة تانية اسمها وحدة الملي لتر. ليه؟ علشان اصغر من اللتر. طب نخلي بالنا مع بعضينا كده ان اللتر هنا عندي بيساوي ايه؟ قلت له اللتر بيساوي ديسي متر مكعب. ديسي متر مكعب؟ ايوه. امال الملي لتر بيساوي ايه؟ قلت له الملي لتر بيساوي سنتيمتر مكعب. يبقى اللتر ديسي متر مكعب، ولكن الملي لتر سنتيمتر مكعب. يا مس اللتر ده كبير، كبير، ولكن الملي متر ده صغير. ايوه صغير. دايما الكبير لما يضايق الصغير نضربه، فالكبير بنضربه في كام يا مس؟ بنضربه في 1000 علشان نحوله للصغير. طيب الصغير نعمل فيه ايه؟ اكيد طبعا هنقسمه. نقسمه على ايه؟ نقسمه على 1000. طيب يبقى انا اقدر احول من لتر الملي لتر، ايوه، وفي نفس الوقت اقدر احول من ملي لتر اللتر، واقدر احول من سنتيمتر الديسي متر مكعب، ايوه، والعكس. طيب ننتبه هنا مع بعضينا كده. هنا بنقول ايه؟ بنقول عندي ان انا اللتر بيساوي، يلا قولوا معايا، اكيد بيساوي ديسي متر مكعب. بيساوي ايه؟ ديسي متر مكعب. بيساوي كام الديسي متر مكعب؟ لما انت قلتي ان انا عشان احوله من كبير لصغير لازم اضربه، هتضربيه في كام؟ هضربه في 1000، يبقى اكيد بيساوي 1000. 1000 ايه؟ 1000 ملي لتر. كمان بيساوي 1000 كمان؟ 1000 ايه؟ 1000 سنتيمتر مكعب. يبقى لتر بيساوي ديسي متر مكعب يساوي 1000 ملي لتر مكعب بيساوي 1000 سنتيمتر مكعب. ازازة المية اللي قصادي دي هي تحتوي على لتر من الماء، ولكن لو انا قسمتهم نصين هيدينا نص لتر. فكروا معايا كده، نص لتر اللي هو بيساوي كام؟ طبعا 500 سنتيمتر مكعب اللي هي 500 ملي. طب لو قسمتها كمان النص ده قسمته نصين يدينا ربع لتر اللي هو كام؟ 250 ملي، 250 سنتيمتر مكعب. طب لو خدت التلات ارباع، التلات ارباع يدينا 750 لتر ملي لتر. تعالوا نفكر كده مع بعضينا ونحل المسائل الجميلة دي كده ونطبق اللي احنا درسناه. لما انا يبقى عندي 7000 ملي، ملي ده كبير ولا صغير؟ الملي ده صغير يا مس. هنعمل فيه ايه؟ لازم نضربه في الكبير. طب الكبير عشان احول الصغير لكبير اقسمه على 1000. فانا لما اجي 7000 هنا اقسمها عندي على 1000 تدينا كام؟ تدينا 7. برافو عليكم. طب انا عندي هنا 7 لتر، ده كبيره لازم احولها لصغير. احنا اتفقنا من شويه ان الكبير ايه؟ نضربه، يبقى على طول هضربها في 1000 تبقى 7 في 1000 تدينا 7000 ملي لتر. طيب 20 ملي لتر بيساوي كام؟ قلت له هتحولها لكام؟ هحولها للتر. عشان احولها للتر لازم اقسمها على 1000. طب مش احنا خدنا القسمه على 1000؟ يبقى نزل الارقام كلها زي ما هي، وبعدين عد عدد الاصفار اللي موجودة في المقام. وافتكروا معايا عندي 3 اصفار، يبقى لازم عندي 3 ارقام. طب ما عنديش الرقم الثالث، 1 2 احط بداله 0 قبل العلامة العشرية، بقت 2 من 100. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، اتمنى ان انتوا تحلوا الواجب اللي احنا هنرفقه دلوقتي بعد الفيديو ده، وبالتوفيق حبيبتي.